عسلامة عسلامة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. عيدكم مبروك، عيد سعيد، عيد أضحى سعيد على أمة سيدنا محمد وعلى تونس يا رب العالمين. إن شاء الله تونس في أمن وسلام وكل عام وهي حي بخير. باش نبدأ معاكم هكا بفتيت بخور بعد ما جينا من صلاة العيد، حطيتك الكوينن وعملنا كشوية سلطة مشوية توقعدة على الكانون، إن شاء الله ما تتحرقليش. قاعد تصور ليا تصور. المهم عملنا سلطه مشويه، عملت الخبز زيدات، نوريكم الخبز اللي خبز الرقاق عملناه، نوريكم طريقه التحضير وعاداتنا وتقاليدنا في تونس نهار العيد. نخليكم نقول لكم يا ربي ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينير رضاكم. نبداو بسم الله. اول حاجه نبدا بها هي السلطه المشويه. السلطه المشويه نحضرها، نحط الفلفل نتاعي والطماطم فوق الكانون باش يتشوي، والراس الثوم اش باش نعملو، نحطو طول في وسط الكانون، نخليه زادا يتشوي. ما نحبوش الحقيقه الثوم يبدا مهرس في وسط السلطه، نحبو يبدا مشوي. ومن بعد نحطوه في حكايكه، نخليه هكاك مده 10 دقائق هكاك. ومن بعد نحيو القشره ونحطوها في المهريس ونرحيوها ونفوحوها. بالنسبه ليا اني نفوحها بشويه ملح، شفت انت هكا فلفل اكحل، ونحط يتي بلو كروية وإلا راس حانوت، انتي وشنو تحب. بالطبيعة نخلطوها بزيت الزيتونة، نخلطوها مليح مليح ونزينوها هكيكا مع كعيبة مع عظم مصموطة وشوية كبار هكا في الوسط، واللي يحب فتايدة تن في الوسط شبيه وكها، ونحطوها فوق الطاولة وتاكلوها بالصحة وبالشفاء. بهذا بالنسبة لسلطة مشوية متاعنا لليوم. بالطبيعة نعملو شي سلايطة خيار، سلايطة خس، اللي عندك في الدار ما موجود. اما ديما في سير ليامي في ربي في العيد الكبير نعملو نقولوا احنا السلطه المشويه تبدا هي الموجوده فوق الطاوله، تعطي بنه للحم المشوي بصراحه. هكا نكملو توا نمشيو للكرشه نشوفو كيفاش باش ننظفوها اليوم. به البنات بالنسبه للكرشه، الكرشه نتاعي صغيرونه اليوم، باش ننظفها هي عندي الكربوناتو. كربوناتو باش نحطو في الماء سخون، الماء ماهوش دافي راهو لازم يكون ماء سخون. به باش نحط هاك الباكو كربوناتو، وباش نحط زيدا عليه الخل لهنا، باش نحطهم ونتخلطو مليح مليح مع بعضهم ونحط عليهم الكرشه. بالنسبه للكرشه نظفتها بالطبيعه قبل ما نحطوها، وباش نحطها هكاك مده درجين نقولوا احنا، ولا حتى اكثر شويه مادام انت غسلت الكلمسار ونظفتهم مليح. بالطبيعه صار نظفوهم بعد ما نغسلوهم نعملوهم بالسكينه. صبيت لهنا الخل، الخل هنا عينك ميزان، كان بالنسبه ليا اني حطيت زوز مغارف كبار مليانين كيما جيتوها الصبه هذيك. وباش نحط الكرشه نتاعي، كرشه صغيره الحقيقه، علو شي صغير السنه وجات الحين دور رطبه تشره مش كبير. المهم عيد واللمة الحلوة وكهو، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير. حطيتك الكريشة متاعي في وسط الماء سخون مع فتايتك كيما شفتو كربونات وخل. ما عندكش خل تنجم تحط قارص، قارصة ما تحط به القارصة كمية به، ما الخل ديما موجود يبدأ عندك في الدار وتستحق له. تو هذه باش نخليها مدة نقولو إحنا درجين ولا أكثر، مادام كملنا الحوسه نتاعنا نتاع المسعر وكل شيء، تتنحى بكل سهوله. مد اللوحه نتاعك وتحطها على اللوحه وتتقشر حتى بيديك مش حتى بالسكينه، وجربوها الطريقه وسهله ماهله. ومازلت بعد ما تتنحى القشره باش نضيفوا لها القارص تنوريكم حاصيل. هكا هو عملنا سهله ماهله. بعد ما قشرت الكرشة سمحوني ما وريتكمش كيفاش قشرتها، قشرتها صدقوني حتى بيديا معني مستحقتش حتى للسكينة دوب ليش هكا كان على الجناب. المهم باش نحط لها توا القارس كان لازم زيد نحط مغرفة خل، تعطيكم بيوذية أكثر. بالنسبة اللي ما تحبش الريحة نتاع الكرشة تحط مغرفتين فارينة تخلطهم فيها مليح مليح تو تتنحالكم الريحة. الحقيقة هي بنة الدوارة بالريحة نتاعها بصراحة، كل واحد وشنو يحب. فما اللي ما يحبهاش تحط فارينة على روحها، خاطر فما ناس ما تحبش الحقيقه.
بالنسبة للخبز متاعي، أي سيدي لهنا خبزي أخمر كما تشوفوا فيه. باش نعطيكم الطريقة، طريقته سهلة مهلة، بإذن الله تلقاو الفوق رابط خبز الرقاق، خبز الطاجين نقولوا احنا. بالنسبة للمقادير متاعو عملت بالكيلة، معناها تعمل الكيلة هي الصحفة، زوز صحفات سميد أرطب، عليهم صحفة فارينة، عليهم فنجان زيت، وعليهم نصف ملعقة صغيرة ملح، مغرفة كبيرة متاع ماكلة سكر، وعليهم زيدة باكو خميرة خبز. الباكو الخميرة عبارة مقدار متاعو ملعقة كبيرة متاع أكل. باش نفوح لهنا الخبز متاعي، حطيت له فتيتة بسباس وفتيتة حبة حلاوة، وكان لزم زيدة سينوج. السينوج ما عنديش اليوم الله غال. باش عجنتهم مليح مليح بالماء الدافي، وخليتهم يخمروا لين يضاعف الحجم متاعهم. توا باش نخرج منها الهواء كيما تشوفوا، ونكعبرهم توا ونحطهم في طبيق هكاها. بعد ما كورنا الخبز متاعنا نخليوه يرتاح شوية باش يجينا الخبز متاعنا أرطب، ويشرح أهم حاجة توا نغطيوه ما نكثروش برشا في الخمرة، مدة كيك ربيع ساعة ونحطوه نتيبو بهي. هاي نرجع لكم. الطاجين مسخن، الخبز متاع الرقيقة نطرحوه هكا بيديين، أخسر على الكينون خاطر هكا يتطرح، وننقبو بالفرشيطة هكا. هاو نوريكم القلاية متاعي، حبيت نوريكم نهار العيد احنا نطيبو القلاية هذه. توا حطيتها على الكينون، مزيتها كم بديتش تطيب، حطيت اللحم كيكا العلوش، الهبرة احنا نقولو، والكبدة والكلوة، وحطيت لها ملح وفلفل اكحل وكركم وزيت هكا هاو، حطيتش حتى شيء اخر باش تطيب توا على الكينون لين يقر زيتها. والسلام عليكم. هاكا خبيزتي تطيب على روحها، عنا نصبرو طرف من بعد تفقدوها ازاي، خليها تزيد تطيب، عنا بدات تنفخ. شفتوها خبز الرقيق، حطينا لهنا اللحم يشوي نتاعنا، اللحم نفوحو اني كان ملح في الاكحل اكاهو، ما نحبش نكثر الفحات، نحب نكهة اللحم نتاعي تبدا موجودة فيه اكاهو. نشويو الحيميتنا ونزينو الطاولة. هذه كينون صغير متاع بنتي، ديما في العيد عندنا كل كينون صغير، انا حطت الحمايتها على روحها. كملنا الحوسه نتاعنا الحقيقه، وحضرنا اللحم، ما بقى توا كان نمشيو للوالده ونعيدوا بحذيها ونجيبوا بحذيها كويس تاي كملنا، ونعيدوا عليكم الناس الكل. وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون خفيف عليكم. نتمنى لكم عيد اضحى مبارك عليكم وعلى أمة سيدنا محمد وعلى تونس خاصه، ربي يفضلكم الناس الكل، وان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو. ما تبخلوش عليا بالتعليقاتكم المزينه اللي نستنى فيها. نتمنى لكم نهاركم مبروك، ونقول لكم في ضمان ربي.